معلمة اللغة العربية، لغتنا الجميلة لغة القرآن الكريم. لدينا دروس مليئة بالفائدة، أتمنى منكم المشاهدة، فهيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الأعزاء، درسنا لهذا اليوم بعنوان جحا وحميره العشرة. هذا الدرس فقط للاطلاع، القراءة فيه فقط للاطلاع. ما يهمنا في هذا الدرس هو تدريباته فقط. فقط نريد من هذا الدرس هو التدريبات. ولكن أنا سأقوم بقراءة الدرس حتى نفهم موضوع الدرس عن ماذا يتحدث، ولأن القراءة تنير العقول، وحتى نتدرب أيضا على القراءة. استمعوا جيدا إلى قراءة درس جحا وحميره العشرة. جحا وحميره العشرة. ذهب جحا إلى السوق واشترى 10 حمير. ركب جحا واحدا منها وساق بقية الحمير أمامه. وفي الطريق عد جحا الحمير التي أمامه فوجدها 9. نزل عن الحمار وعدها مرة ثانية فوجدها 10 حمير. فقال جحا: أمشي وأكسب حمارا أفضل لي من أن أركب وأخسر حمارا. نأتي الآن إلى تدريبات الدرس. سنقوم بحل تدريبات درس جحا وحميره العشرة. وقد تحدثنا في السابق بأن هذا الدرس فقط للاطلاع، لا نريد أن نستخرج مفردات ولا أضداد ولا أفكار لهذا الدرس، فقط نريد المهم في هذا الدرس هو تدريبات هذا الدرس. فهيا نبدأ بتدريباته ونحلها مع بعضنا البعض. وقبل أن نبدأ بالتدريب الأول، أريد منكم أن نستذكر مع بعضنا البعض أشكال حرف النون. أشكال حرف النون، انظروا إلى الصورة التي أمامنا. النون في أول الكلمة مثل كلمة نافذة، جاء حرف النون في أول الكلمة. حرف النون في وسط الكلمة مثل كلمة منزل. النون في آخر الكلمة متصل مثل كلمة نحن. أما النون في آخر الكلمة منفصل مثل كلمة ليمون. إذن حرف النون لديه 4 أشكال: في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل. وحرف النون صوته إن، درسناه سابقا ولكن علينا أن نعيد حرف النون حتى نستذكر مع بعضنا أو نراجع مع بعضنا حرف النون، ونبدأ بحل التدريب الأول. التدريب الأول، نقرأ ونضع دائرة حول حرف النون في الكلمات الآتية. لدينا 4 كلمات. الكلمة الأولى نقرأها نزل. الكلمة الثانية منها. الكلمة الثالثة ثانية. أما الكلمة الرابعة فهي كلمة كانون. نريد أن نضع دائرة حول حرف النون في كل كلمة من هذه الكلمات. أين جاء حرف النون في الكلمة الأولى؟ أحسنتم، جاء في أول الكلمة نزل. الكلمة الثانية جاء حرف النون في وسطها، في وسط الكلمة، ولديه ذراعان. الكلمة الثالثة جاء حرف النون في وسط الكلمة ولكن يأخذ شكل حرف النون في أول الكلمة لأنه سبق بألف، والألف من الحروف التي لا تتصل فيما يأتي بعدها. الكلمة الرابعة كلمة كانون، جاءت فيها النون هنا والنون في آخر الكلمة منفصل. إذن هذه هي أشكال حرف النون في هذه الكلمات. نأتي إلى التدريب الثاني. التدريب الثاني، نركب المقاطع الآتية ونقرأ. نريد أن نركب هذه المقاطع. لدينا المقاطع بالشكل الأول، ننظر إليها. نقرأ المقطع الأول، صا إف آ صا. نريد أن نركب مقطع صا مع حرف الميم وصوته أم. صا ما صا ما. إذن صام، أحسنتم. المقطع الثاني، نا إن آ نا، مع حرف الميم أم نا ما.
إذن نام. أحسنتم. المقطع الثالث ا و ا عا مع حرف الميم وعليه الفتحة عام. إذن صام نام عام. نأتي إلى الشكل الآخر، لدينا مقطع ومقطع أيضا. إذن في البداية كان لدينا مقطع وحرف، الآن لدينا مقطع ومقطع. المقطع الأول أو المقطع المطلوب هو ما، نريد الماء أن ندمجها مع جد هر زن. إذن الكلمة الأولى تصبح ماجد، الكلمة الثانية ماهر، والكلمة الثالثة مازن. إذن دمجنا المقطع الأول مع المقاطع وأصبحت لدينا كلمة مفيدة. إذن الماء جد ماجد، ماهر ماهر، مازن مازن، تصبح لدينا كلمات مفيدة. الآن دعونا أن نستذكر مع بعضنا البعض أشكال حرف الهاء. حرف الهاء ولديه أربعة أشكال. انظروا إلى حرف الهاء الذي أمامنا. الهاء في أول الكلمة، الهاء في وسط الكلمة، الهاء في آخر الكلمة متصل، والهاء في آخر الكلمة منفصل. إذن هذه هي أشكال حرف الهاء. لديه أربعة أشكال وصوته إه، صوته إه. لدينا أربعة أشكال لحرف الهاء. الآن من يعطيني كلمة تبدأ بحرف الهاء في أولها حرف الهاء؟ أحسنتم. إذن حرف الهاء في أول الكلمة مثل كلمات هاتف، جاء حرف الهاء في أول الكلمة. الآن من يعطيني كلمة في وسطها حرف الهاء، جاء حرف الهاء فيها في الوسط مثل كلمة مهرج؟ أحسنتم. مهرج، جاء حرف الهاء في وسط الكلمة. انظروا إلى هذه الكلمة، كلمة وجه، جاء فيها حرف الهاء في آخر الكلمة متصل. إذن كلمة وجه جاء فيها حرف الهاء في آخر الكلمة متصل. من يعطيني كلمة جاء فيها حرف الهاء في آخر الكلمة ولكن منفصل؟ مثل كلمة مياه. إذن كلمة مياه جاء فيها حرف الهاء في آخرها ولكن منفصل. أحسنتم. نأتي الآن إلى التدريب الثالث. التدريب الثالث نقرأ ونصنف الكلمات. لدينا مجموعة من الكلمات نريد أن نقرأها في البداية. الكلمة الأولى كلمة هجم، فهد، نهر، ذهب، منه، أمامه، حماره، وكنزه. إذن هذه الكلمات نريد أن نصنفها في هذا الجدول. نريد أن نصنف هذه الكلمات حسب شكل حرف الهاء في كل كلمة من هذه الكلمات. لدينا الهاء في أول الكلمة، الهاء في وسط الكلمة، الهاء في آخر الكلمة منفصل، والهاء في آخر الكلمة متصل. أين جاء حرف الهاء في أول الكلمة؟ نريد أن نستخرج الكلمة التي جاء فيها حرف الهاء في أولها وهي كلمة هجم. أيضا لدينا كلمة أخرى وهي كلمة ذهب. نلاحظ في كلمة ذهب بأن حرف الهاء جاء في وسط الكلمة، ولكن حرف الذال من الحروف التي لا تتصل بالحرف الذي يأتي بعدها، لذلك نكتب شكل حرف الهاء، الهاء في أول الكلمة. أين جاء حرف الهاء في وسط الكلمة؟ ما الكلمات التي جاء فيها حرف الهاء في الوسط؟ كلمة فهد وكلمة نهر. أحسنتم. نأتي إلى حرف الهاء في آخر الكلمة منفصل، في كلمة حماره وكلمة كنزه. إذن هاتان الكلمتان جاء فيها حرف الهاء في آخر الكلمة منفصل، ولدينا حرف الهاء في آخر الكلمة متصل مثل كلمة منه وكلمة أمامه. إذن جاء هنا حرف الهاء في آخر الكلمة متصل. أحسنتم. وقبل أن نبدأ بحل التدريب الأخير، أريد منكم أن نستذكر مع بعضنا البعض أشكال حرف الواو. أشكال حرف الواو، انظر إلى هذه الصور التي أمامنا. سنلعب هذه اللعبة الجميلة مع بعضنا البعض حتى نتذكر أشكال حرف الواو. الصورة الأولى لدينا صورة وجه. ماذا نختار من بين هذه الحروف؟ حرف الواو لديه ضمة، حرف الواو وعليه فتحة، حرف الواو وعليه الكسرة. وجه، وجه. انظروا
إذن حرف الواو وعليه الفتحة وجه. الصورة الثانية صورة ورود. أحسنتم، ماذا نختار؟ حرف الواو وعليه فتحة، حرف الواو وعليه الكسرة، أم حرف الواو وعليه الضمة؟ ورود. أحسنتم، حرف الواو وعليه الضمة. أما كلمة حوت، نختار حرف الواو وأسفله الكسرة، حرف الواو وفوقه الضمة، حرف الواو وعليه الفتحة. وانظروا بأن حرف الواو هنا جاء في وسط الكلمة، أي لديه ذراعان يتصل بالحرف الذي يسبقه. نختار حرف الواو في وسط الكلمة. كلمة وسادة، نختار حرف الواو مع الفتحة أم مع الضمة أم مع الكسرة؟ وسادة. أحسنتم، حرف الواو مع الكسرة. الآن نقوم بحل التدريب الرابع، نقرأ ونلون الكلمة التي تحتوي على حرف الواو. لدينا مجموعة من الكلمات نريد أن نقرأها في البداية. سوق، تسعة، فوجدها، وعدها، حمير. نريد أن نستخرج أو نلون الكلمة التي تحتوي على حرف الواو. أين الكلمة التي احتوت على حرف الواو من بين هذه الكلمات؟ إذن الكلمة الأولى كلمة سوق، في وسطها حرف الواو. فوجدها، أيضا في وسطها حرف الواو. وعدها، أيضا في أولها حرف الواو. نلون هذه الكلمات التي تحتوي على حرف الواو. نستمع الآن إلى أنشودة الحروف التي تشمل جميع حروف اللغة العربية. ألف باء تاء س جيم حا خا دال زال را زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين ف قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. ألف باء تاء س جيم حا خا دال زال را زين سين شين صاد ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال زال زال را را زين زين سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد ط ط ز ز عين عين
غين غين ف ف قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء ياء وفي النهاية أتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم. أشكركم على حسن الاستماع. مع السلامة.